ديما بقلم صفاء عماري، رسومات محمد عاموس. علي له صديقة محبة رقيقة، إنها غيمة واسمها ديما، تزوره دائما حين يكون نائما، تناديه فيسمعها وتأخذه إلى الفضاء معها، ومرة دعته إلى السهر في بيت القمر، وافق فورا وقال لها شكرا، وفي الطريق سأل عن السبب فقالت في عجب: ألم تسمع من قبل بالبدر الذي يكتمل كل شهر؟ اليوم يكتمل لذلك نحتفل. أسرع القمر والنجوم وأيضا الغيوم لاستقبال الحضور بفرح وسرور، أحضروا الأكواب وقدموا الشراب، سمعوا الموسيقى الجميلة الرقيقة، ثم ارتفع الغناء ورقص الأصدقاء، ثم أتوا بكتاب الصور الخاص بالقمر. قال القمر لعلي: انظر هنا إلي، كنت هلالا رفيعا، ألم أكن بديعا؟ وهنا لما كبرت استدرت واكتملت، وبعد الاكتمال لا أدعى بالهلال، بل أدعى بالبدر عند انتصاف الشهر. ثم تلقى القمر التهاني والحب والأماني من الأصدقاء في نهاية اللقاء، وأسرعت ديما بخفة، أوصلت صديقها إلى الغرفة لينام بأمان وهدوء واطمئنان.